يلا ماشي، بس خلي اكمل البداية وانا اجي اخذك العصر للدكتور. يلا ماشي، يلا الله يعطيك. بابا علاوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو اخبارك امورك؟ الله يسلمك، شو اخبارك انت؟ والله الحمد لله. الله يعزك. علاوي شاي، شاي المهند. اي والله ابو حسين ورد. مهند ما عندك في الدكتور مال سونار؟ خيرك ان شاء الله. والله يا اخوي هاي المره البارحه تشكي لي من كلاتها. ايه وديتها للدكتور وطلب من عندي سونار، والوقت كان متاخر وما لحقت، وقلت على اليوم اوديها. عاشت ايدك علاوي. ادري مرتضى، وليش دكتور مو دكتوره؟ ليش شنو المشكله؟ انا سامعك مشكله شرعيه، بس ما متاكد بهذا الشيء، انا ابي تفاصيل هوايه. خلي نروح نصلي ونسال السيد. الله أكبر الله أكبر. قبل الله سيدنا. قبل اعمالكم ولنا حياكم الله خدمتكم. عفوا سيدنا، يصير اخذ زوجتي الدكتور مو دكتوره؟ احسنتم، هذا طبعا من الاسئله المهمه والابتدائيه في هذا الزمن. اولا لابد ان نؤسس مساله انه المراه، يجب على المراه في الشريعه المقدسه ان تستر بدنها عن الرجل الاجنبي. نعم. الاجنبي بمعنى الغريب الذي هو ليس من محارمها، يعني لا اب لا اخ لا جد لا خال لا عم. نعم. حالة ثانية، إذا كان الطبيب يقول لا أنا لا أتمكن من تشخيص الحالة المرضية إلا من خلال الكشف ولمس بدن المرأة، فهنا نقول لها لا يجوز حينئذ، ولا بد أن تراجعي الطبيب المماثل، والطبيب المماثل هي المرأة الطبيبة. توجد حالة ثالثة، أنه إذا كانت هذه المرأة مضطرة لمراجعة الطبيب، عندها حالة مرضية وهي مضطرة لمراجعة الطبيب، يعني لم تجد الطبيب المماثل وهي المرأة فاضطرت إلى مراجعة الطبيب الرجل، ففي حال الاضطرار يجوز لها ذلك، لكن على الطبيب أن يقتصر في قضية النظر واللمس، فإذا كان يستطيع أن يشخص الحالة المرضية بالنظر فقط فيقتصر على النظر فقط، أو باللمس فقط فيقتصر على اللمس فقط. رحم الله والديك سيدنا، خدمتك زحمتك راني. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.